الكلام قلبي ما ننساه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية صباحية جزائرية عطرة نبثها إليكم ونزفها إلى أحلى وأغلى مشاهدين عبر قنوات التلفزيون الجزائري، القناة الأولى والسادسة وعلى المباشر. صبيحة الجمعة المباركة، تحياتنا القلبية الخالصة الجميلة والصافية لكم مشاهدينا. اليوم نقولكم في بيت سعادتي وككل مرة في لقائنا اللي يجمعنا معكم يومي الجمعة والسبت، راح نتكلموا على أمور تفيد العائلة الجزائرية وتفيد الأسرة، يعني فيما يخص الرجل السيدة الكبار في السن حتى الصغار. اليوم عندنا موعد مع الدكتور بلعبد الوهاب فؤاد، مختص في التغذية الصحية، راح نتكلموا على الغذاء الصحي وإحنا داخلين على فصل الصيف. راح نتكلموا كذلك مع أمال الديكور على الإضاءة، الإضاءة كيفاش نختارها في البيت وأسس اختياراتها. كذلك راح نتكلموا مع الأستاذة أمال نبتي مختصة في التنمية البشرية، راح نتكلموا على كيفية أخذ القرارات في الحياة، يعني أحيانا نكونوا كبار عندنا عائلة وعندنا أطفال، ولكن في أخذ القرارات نحتار ونروحوا للأصدقاء، نروحوا للأم، نروحوا للزوج، ما نقدروش ناخذوا القرار وحدنا. إذا راح تعطينا الأساليب والمفاتيح لناخذوا بها القرارات والقرارات الصائبة. إلى جانب ضيفتنا اللي راح تكون حاضرة معنا هذا الصبيحة، هي مدونة عندها جمهورها كبير لأنها دائما تتواصل معه هو على المباشر، تقدم لهم وصفات صحية، وصفات طبيعية يعني في التغذية الغذاء الصحي، ودائما اللي يميزها أنها تتعامل وعلى المباشر في اللايف تاعها مع الدكتور بلعبد الوهاب، هو طبيا علميا وهي تورينا الغذاء الصحي. ونقول فقط أن السيدة ضيفتنا اللي حاضرة معنا السيدة سارة وشفون، هي يعني عاملة دراسات عليا ما شاء الله ومسيرة في نقول سيدة أعمال في شركة خاصة لها، ولكنها تعشق المطبخ وراح تحكي لنا حكايتها، هي صاحبة محتوى وبامتياز. إذا كل هذه المواضيع راح تكون في بيتي سعادتي وعلى المباشر. إذا دكتور بلعبد الوهاب بعد الفاصل. صباحك برباحك دكتور. صباح النور وكل الخيرات. الله كيف راحك؟ ما شاء الله اليوم الحمد لله، وانتم لاباس بخير؟ الحمد لله بخير، الحمد لله دكتور. جمعة مباركة ان شاء الله الجميع يا ربي. الله يخليك. اذا من خلالك راح نرحبوا بضيفتنا السيدة سارة وشفون، مدونة ومهتمة بالغذاء الصحي وعندها دراسات عليا ومديرة التجارية. صباح الخير سيدة سارة، كيف صبحتي؟ صباح النور، صباح كدر باحك و100 بقرة في مراحك و100 خادم صلاحك. يا سلام. نقولوا البقر ونقولوا الخيرات يا المال. والله دونك سيتي ماما الله يرحمها تنوضنا بهذا الباب، هذا الصباح كنت تنوضنا سيتي الساعة وتقول لك 100 نخدم صلاحك وصبح وليدي عالم العلماء وصالح من الصالحين. ما شاء الله، احلى دعاء في احلى جمعة. الحمد لله بهذا الدعاء اللي وصلنا وين قدرنا نلحقوا. الحمد لله الحمد لله، وهذه هي الطاقة الإيجابية اللي تربينا عليها عند عند الجدات والأمهات، يعني كبرنا عليها ونوصلوها لأولادنا. لا لا اكزاكتومون، صح. الله يخليك. اذا تعرفي سيده ساره، انا معجبه كثير بالمحتوى اللي تقدميه لانك تمثلي كثير مليح المراه الجزائريه، لانك تشرفينا حقيقه وليس مجاملات، والدليل انك ضيفه هنا في بيت سعادتي. الله يخليك، شرف لي. شكرا على الدعوه، يعطيكم الصحه. بيت بيتك. الله يخليك. يعني صانعه محتوى بامتياز، تقدمي لنا كيفيه اختيار الغذاء الصحي رغم انك ام، نحييو الابن تاعك والزوجه انت لكن وعندك منصب ما شاء الله، عملتي دراسات عليا وكل شيء، لكن ما مهملتيش المطبخ الجزائري، المطبخ نتاعنا الجزائري. صح صح صح، لازم إيه؟ كما نقولوا، كما رانا في الزنقه نهار كامل وحنا نخدموا ونجري في جريتنا، لازم قد ما نعياو ونعلاو ونكونوا، لازم نعاودوا نرجعوا لاصلنا، والعشيه نقابلوا مولا بيتنا ونقابلوا عائلتنا بشي يفرح وشي يملي العين ويملي الكرش كاع البطن وكيفاه. دابور جو تيان ابو سالوي، نقول لكم صباح الخير، صباح الخير للجمهور اللي راه يتابع فينا هنا في الجزائر والجاليه اللي راهي في الخارج اللي نحييها بكثير، ويعطيكم الصحه على لانفيتاسيون. دونك فوالا. طيب
طيب سيدة سارة، قبل ما نروح للدكتور اللي عنده ركن قار معنا دكتور بلال الوهاب فؤاد، نقول لك كيفاش قدرتي رغم أنك عملتي دراسات، حققتي الجامعة ما شاء الله، حققتي الحلم نتاعك، لكن وجسدتي طموحاتك، عاودتي وليتي المطبخ الجزائري نتاعنا. نعم المطبخ الجزائري ساكن فينا، نايدين عليه، تربينا عليه، دونك مام قلت لك مهما نعلى ومهما نكونوا نعاودوا نولوا توجو هذيك المراه اللي عندها دارها وتقوم بدارها وتقوم، وحنا ديما لا ماما الله يرحمها تقول لنا يروح عز الوالدين وتبقى صنعه اليدين، دونك لازم تخدمي، لازم تحطي كل شيء بشيك انت، لازم. وانا راني هنايا اترافيغ البنه مع صاغه على باج فيسبوك نسيي نقول لهذيك المراه العامله ما تفشليش رانا كامل في الزنقه وندخلوا نعملوا كامل نعملوا وندخلوا الحشيه ما معيانين صح اوبليجي باسكو جينيرالمون دوك المراه اللي تخدم ميم اللي ما تخدمش غير الحشيه اللي تلاقى مع العائله ديالها صحيح. كامل خدامين في الزنقه دونك الحشيه يتلاقى ماذا بينا نكونوا تخدم بال تابل طابله متحوفه محروجه بالاطباق تاعنا اطباق صحيه كل خطره واش يكون نوعه باش ما نكرهوش صح جميل. طيب دكتور بلعبد الوهاب، شفناك انك تتواصل في العالم الافتراضي كثير وتخدم المشاهد الكريم حتى اللي تواصلوا عبر صفحات التواصل الاجتماعي خصوصا فيما يخص الغذاء الصحي، وعلاش دكتور تفضل؟ لانه المنبر الاسهل دركا هو لي ريزو سوسيو، يعني مواقع التواصل الاجتماعي. انا مثلا انا من 2017 اللي دخلت هذا المجال تاع التواصل الاجتماعي، علاش؟ لانه كل واحد فينا عنده رساله، كل واحد فينا اللي عنده رساله كما انا طبيب، رساله طبيه، ساره عندها الموهبه هذه راهي تمد الفن تاعها اللي هو لا غاسترونومي، حتى انت يعني منذ سنوات وراكي في الشاشه هذه، انت عندك رسالتك، والجميع هنايا اللي نعرفوهم، الاستاذه امل نبتي عندها رسالتها، اذا ما لحقناش زعما نقولوا كما حنا للشاشه يعني التلفازه ولا دوكا كاين هذا مواقع التواصل الاجتماعي وان شاء الله تكون برك رساله ايجابيه، لان المحتويات راهم كاينين، صنع المحتوى ماشي روح وقول انا صانع محتوى، بارك الله فيك. لا لازم كما احنا نقولوا لازم نغربلوا هذا المحتوى، نغارديو الايجابي والسلبي نبعدوا عليه. اذا نروحوا للايجابي، ما هو الغذاء الصحي اللي دائما تنصحنا به وتنصح المتتبعين نتاعك؟ راهو جاي الصيف، كي ندخلوا للسوق واش نشوفوا الوان، الالوان الجدد اللي راهم كيما هنا في الطابله تاعنا، رانا نشوفوا الالوان الاصفر الاحمر البرتقالي خاصه في الـ في الـ في الـ في الفواكه الخاصيه هذه، نشوفوا الوان رائعه. الخاصيه هذه تاع الالوان نتحدثوا عليها نهار واحد اخر ان شاء الله، ولكن الالوان تاع الصيف هذو ما عندهم خاصيه، وشنو هي؟ هي تمهيد للشمس، تمهيد للصيف. الالوان هذه الخاصيه تاعها وشنو هي؟ انها غنيه بمواد نسحقوها خاصة مثلا للبشرة، مثلا الليكوبان نلقاوها في كل ما هو أحمر، البخوغيتينول، الكاريتينويد، هذوما كاع نسمعوا بهم على بالك ونسمعوا بهم في مواد التجميل تاع البشرة إلى آخره، هذوما كاع واش يديروا؟ يرطبوا البشرة ويوجدوها للشمس. يعني كون نحكموا شخصين زعما نقولوا امرأتين، وحده تاكل صحي يعني على حساب هذا الأكل الصحي تاع الصيف الألوان هذه، واحد اخرى زعما تاكل كما نقولوا حنا تشيت ميل يعني الدسوم السكريات كل ما هو غير صحي، يعني بدون تعرض للشمس، وحتى نلقاوها البشره تاعها شابه مبرونزية شويه عندها الوان يعني مليحه كما نقولوا منوره، الاخرى تكون شاحبه شويه. لبيها لا مصفاره دكتور. لازم تاكلي صحي. لبيها لا مصفاره. على بيها تاعك شابه ساره. انا مصفاره نحب دائما نكون برونزيه. لا غالب. هو قال لك الدكتور تاكلي هكذا اليوم انا ناكل تولي عندك واحد لابو قال لك جميله جدا غارونتي شحال وقتاش شوفي غارونتي افي افي غارونتي افي باسكو كيما نقولوا احنا بيت المعده بيت الداء والدواء صح واللابوتي تاع لابو يعني البشره ايتو تجوز من المعده اولا و على بالنا بلي لي برودوي كوزميتيك غاليين اكيد هذه كاينه عطي لهم المفتاح اليوم ولا غير المفتاح هو في هذه الالوان تاع الخضر والفواكه هذه الالوان شوفوا الالوان اليوم ما عنديش صور بصح صور محضرين معنا صور حاضرين على المباشر كنشوفوا باغ اكزومبل هذه السلاطه هذه ولا هذوك لا سالاد دو فري هذو هما الالوان الصحيه صحيح يعطوا بشره يعني ما شاء الله وربي سبحانه كل موسم
كاين خصوصيات. يعني مثلا الخصوصيات الخضروات والفواكه تاع الشتاء انها تقوي المناعه، انها تدفي كما نقولوا، ولكن هادوما العكس، هادوما يعطوا طاقه، يعطوا فيتامينات خاصه بهذا الفصل تاع الصيف لو داخلنا، يعطوا خاصيه اللي هي الترطيب، ليدغاتاسيون، ترطيب البشره. نعاود نولي ليها على بالي باللي كاع دوك نعاودوا كاع نروحوا ليها بالتفصيل بالتفصيل. وخاصيه واحده اخرى انهم يرطبوا الجسم، يعني على بالنا باللي لازم نشربوا الماء، لازم نشربوا زي ما نقولوا كيف احنا لي بواسون ديتوكس هذوما، واذا ما قدرناش نشربوا كفايه راح ناكلوه الماء. نعطيك مثال، الدلاع باغ اكزومبل، الدلاع شحال فيه نسبه الماء؟ فيه 95%. شحال نقدروا ناكلوا الدلاع؟ ناكلوا كيما نحبوا دكتور، ما يسمنش الدلاع. ما يسمنش. انا لي كيستيون لي بوزيهم لي هادو هما، شحال نقدر ناكل؟ سعرات الحراريه. انا 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 لي بوزي لا كيستيون، شحال تقدري تاكلي؟ نقدر. حتى تشبع. نقدر. حتى تشبعي ساره. حتى نشبع. لا خلاص رحنا من لا لا صح، ما فيش بلا كانت حلوه. لا لا ما فيش حريره. لا لا حلوه كاش نديرو. وكيفاه هو الموسم تاعها؟ لا لا وقتها بيان، لكن شوفي في النهار كامل كاع واش كلينا سعرات حراريه، يعني الوجبه تاع الفطور الصباح الغداء العشاء اكسترا، من بعد نخصوا كما نقولوا احنا 25% تاع كاع واش كلينا لي فروي الفواكه. يا دكتور ناكلوهم في الليل ولا لا؟ لا تاكليهم في الليل. واش يقول لك تاكليهم في الليل كي ترقدي من بعد؟ شوفي سي اون كيستيون تاع لا ديجيستيون. داكور. شغل دوكا على بالنا باللي مليح كي نبداو بالفواكه في الوجبه تاعنا، حتى في القران هي مذكوره الفواكه من بعد الوجبه. اسمح لي دكتور، احنا ما تربيناش هكذاك، احنا تربينا الديسير هو الخرامي. شوفي هي لو ديسير كيما نقولوا دوكاتي، كاين بزاف معتقدات. حنايا دوكاتيك المعلومه هذه اللي نمد فيها تاع لا ديجيستيون، كيفاش نهضم الهضم ده. باش يكون الهضم مليح ما في الوجبه تاعي ما نخلطش البارد والسخون. داكور. البارد والسخون. صح. الوجبه تاعي تكون دافيه، تكون سخونه. مثلا انا في الصيف اذا تشرب كما نقولوا احنا كاس ما بارد ولا لابوسون ديتوكس ولا ان جو ما يكونش بارد. يفو با زعما ناكل واني نجوز كما نقولوا، هذه ماشي مليحه. مضر اصلا. باسكو على انتيريا ميم على انتيريا حتى لا ديجيستيون تولي صعبه. صح. السخون والبارد. صح. ثاني شيء علاش لي فخوي ما نخلطوهمش بزاف مع الوجبه؟ لانه بارابور لو طون دو ديجيستيون، الوقت تاع الهضم. لا لا ماشي مع الوجبه. مثلا تاع الشينا نتعشاو فيغ 20 8 تاع الليل ولا 8 ونص ولا 9، بعد شويه الى 10 تاع الليل نحبوا نسهروا. يعني كي تقولي السهره حبيبه ساكيه. انا هذا هو الكونساي اللي نمدو خاصه باغزون في رمضان. في رمضان السهره هذيك حلويات كاطوات اكسترا اكسترا. لا لا كل فواكه في السهره ما ندركا في عاد ما تاكل باغزومبل لا كلاص لي زسكيم اكسترا. صح. الكيما هذا تاع الفاكهه واش نقولوا هكذا يا ساره؟ صح ولا غير الصح؟ نوليو ليك ساره، تربيتي في مطبخ اللي فيه الوالده ربي يرحمها مطبخ جزائري، ولا قلنا مطبخ جزائري نقولوا ثاري، هذا عصبان، هذا بكبوكه، هذا طعام، هذا بوزلوف، هذا يعني من لذه وطعم. واليوم كي تنصحي فينا تقولي لنا مطبخ جزائري صحي. كي يكون طيب دكتور عبد الوهاب نزيد السيت ولا ما نزيدش؟ اليوم ما تشوفش دكتور عبد الوهاب. إذا قولي لي فاش ديري. دير لي دو، دير لي دو. أنا شوفي كي نتبعوها نتبعوا الأطباق يعني الجزائرية تاعنا كما كي تقولي بكبوك اكسترا. فوالا شوية الرويحة وشوية الصحيحة. الصحيحة فوالا كي نحبوا نكونوا صحيين ناكلوا صحيين. دايوغ نقول لهم يقولوا لي ساغا أنت طيبي كامل هذا الشيء وما تسمانيش. صح ما سمنتيش. نقول لهم أنا نعس روحي، نعس روحي. ألوغ كيما باغ إكزومبل أنا ما ناكلش لو بان بلون، ناكل لو بان كومبلي. ما ناكلش انا شي فاتو سكري، ما ناكلش الحلو. الوغ ناكل غرانولا، ندير دي كوكيز، ندير دي غاتو ا باس دو فروي ولا باس دو بور دو كاكاويت ولا نعم. على مود هادوما البدائل فوالا. اي بي نشرب قهوتي بلا سكر، نعس روحي. نكذب عليك باش نقول لك منى لو كان نخلي روحي لو كان جو مي مانجي وناكل بالطبع. وقولي لي تاكلي حتى تشبعي. لا لا خلي هذيك شويه هذيك الجوع شويه تخلي شوفي نحط راسي ونرقد. وكي يجيك هذاك لو بتيكخو واش ديري؟ نرقد. ترقدي وتقولي ناكلوا الفاكهه انتوما. ناكلوا الفاكهه. اون انيكدوت هذه باسكو كانوا يقولوا لي تسمى انا من الخوف نغطي راسي ونرقد نتشهاها. نوض الصباح ناكلها نقولها بصح بنتك تاع الصباح مش كيما تاع الليل. الليل كنت بنينه بزاف. الوغ درنا انا وما صغنا زي هاك جو سالو اللي معايا ادمين درنا لايف وتحكي لهم هي تموت على الخبز. الخبز 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 وانا قال لك يضحك يلحق. واش درتي؟
نقول لك الليل هذاك نشات نطع الوحده تاع الصباح كي تطرف خبز نطع درتيها ما بال والو هكذاك هكذاك ولا نحكي لهم كيفاش نزهات نط في الليل يما كون سير يروحوا الكوشي يعطي الخبز ياكلوا لي صغير ياكلوا الخبز قلتها على الوحده كي تطرف خبز على الزوج تاع الصباح طرف خبز كانت تاع الصباح كمل الخبز هذاك لو كان غتعشيتي مليح في الطابله وتهنيتي يعطيك الصح حبك نط كيما انا نعيط له ماما غي سي ماما غي نحيي بك واش درت الباه قال لي واش نقتلوا لي كامل ما ناكل في الخبز خرجت من غير الشر قال لي واش بيقتلوا ضحكت على نازي هي تقول لك انا نحب الخبز قلت لها يا خا كاين اللي يحب الخبز قلت لها يا خلصتها تعرف يا سارة ماكلتنا تستلزم احيانا الخبز يعطيك الصحة المراقي سمك المتوم كيفاش ناكلوه طبيب مغمس بتغمس الشربة كيفاش ما تحلش بلا البورك ولا الخبز المطلوع انا لا لا شوفوني نبيبلي لو روندو باسكو نديرو لو لايف ما نحطو الريزولتا ويبداو بيناتهم ما حطتش الخبز اليوم عودتيه بلا فوكشات ربما هذه هي حطت البوس في برشيطه ما حطتش والله جميل يعطيك الصحة طيب على المباشر سيدة سارة ورينا واش جبتينا وفهمينا فيهم من فضلك يلا نبداو بواش نبداو بالبتي ديجوني كي نوضو صباح واش ناكلو كيما انا ندير غرانولا هذه الاكلات الصيفيه نشيروا للمشاهد الكريم منها يلا. صحيه ومنها صيفيه اللي تاكلي حبه كاطو صباح البلا ناكل الكاطو ما نكذبش عليكم نقول ما نحرمش نفسي فوالا مي خطره في الغره سينو ما تفرش انا قلت لكم دونك الغرانولا فيه شوفان فيه الجوز اللوز الزبيب ميزون الجوز اللوز الساهل تخيف عسيلة غيان لزي خلمة اللي تشروه من الزنقة سبا بو كاسي لي كوميرس بي باش تاكلوه واش تعرفوا واش طيبتون توما دونك فوالا فيه الشوفان الجوز اللوز جوز الهند لي بيبي دو شوكولا والزبيب هذا يشبع دكتور تحس بالقلب كان ياوغ ناتشوغال صباح لله معاه ولا غير علامة انا بور موا avec un petit café oui قلنا je tiens bien la journée c'est le meilleur petit déjeuner voilà كيما يكون هذا هذا يمشي مليح كيما قال سارة ياغورت ناتور ودي فروي دو سيزون فوالا جيد نقولوا باسكو هذا هذا شوفي كي نحكيو باغ اكزومبل على الناس اللي حابه دير حميه ولا وجانا صيف هذا سي كالوريك هيلتي كيما نقولوا يعني صحي فيه غير الفائده ولكن سي كالوريك يعني باش نقسموها شويه نديروا شويه توازن نديروا ياغورت ناتور دونك المصدر تاع الحليب تاعنا اليومي كما نقولوا هيا وقت ناتشور ولا الحليب كما يحبوا كل واحد عنده العادة كل واحد كاش ولي فخوي دو سيزون نقطعوهم دون زان بول دون زان بول يصنوا فيه هذاك لو بوريج سي بلان دينيرجي معمر ويشبع تشدي بيكا لا جورني خير من هذيك قهوة حليب سكر خاطئة انا كيفاش خاطئ انا منى كي ناكل حبة كاطو مع القهوة نص ساعة نجوع صح ما تقنعش نص ساعة مالي كنا كل تبسي تاع حلوة جوست ابخي جا هذاك لو كرو هذاك لو سكر تاع جو دوموند اوتر شوز اذا على هذا تعطينا البدائل الصحية فوالا وهذا شحال شباب الوغ هذا برافو يسلم واحد الطريقة مبسطة وجميلة الوغ عندنا بتيخة نحكي تدخلاني درناه جو او قدامك افيك جو هذا هو العصير هذا هو العصير بالبلو سيترون وبالقارص والنعناع هذا هو نو هذا ديتوكس هذاك فوالا هذاك سي فوالا والدخلاني درت فيه حبيب ماشي بزاف حبيبه زوج حبات تاع المشمش قطعتهم على سته العينه ثانيك على سته الفريزه زوج حبيبات خديت كي نقول كل حاجه شويه شويه ودرت اون اسيات هكا جونغ اون باركيت دو فروي وتجي شابه العين تاكل قبل من الكرش روعه حتى لما تقدم ولا في لاولادك ولا في يعطيك الصحه سورتو لي كومبوزيسيون راهم جايين سافا لي موتيفي دو فوار دي كولور صباح لله تو سا سي دي كلاس ديكزام دونك يشوفوا هذا صباح لله يعجبهم يا اوسي لو بان دو مي كومبلي ندو اون بتي ترانش دايوغ البارح درناه في اللايف هذا لي كوكيز ندو اون بتي ترانش نديرو فيها ان فرماج بلون يا اخي هكا دوك انا معاك انا جيدة نبداو جيدة دوكنا اليوم ما نغلبهاش تينيش ندير في لاكريم لايكيد ونقول له دكتور نزيد شويه ولا نعمل روعة دكتور كونترولي الحالة حتى السيدات كي يشوفوا معاك تدخل تاع الطبيب يديروا ثقة أكثر شوفي قول لك كلش راه محسوب يعني يقولوا لي سي با ايتودي من بعد نقول لهم لا لا وهنا دكتور هو اللي راه يقول بالي دكتور روعة وديك السلطة صيف الله الله فوالا عندنا البدنجال عندنا الخيار الطوماطيش البصل الفلفل الحلو اللوبيا مونشتو كامل طيبين
ندوزنين شويه زيت الزيتون لا موتارد والملح محورين لا لا الباذنجان والفلفل الحلو مشويين الخيار خضر اللوبيا مونشتو مغليه والبصل والطوماطيش خضر روعه صافي دي كروديتي هذه مع اون غرياد ولا مع زوج حبات ولا دجاج ولا ذاك فرماج فري ولا انا ملاح مع اون ترونش تاع الخبز روعه تاع الخبز ما نقدرش نسمح في الخبز صح 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 عندنا خبيزه قدام وهذا سارة هادو ما سي دي كروديتي كي نجوبو سي دي سي دي تروك اللي يصبروا يصبروا ونحفوا بهم روحنا الوغ انا يقولوا لي ساره كيفاش عندك القانا والوقت نقول لهم اوبليجي دونك درت اون بتيت صوص ا باس دانيا اورت ناتور فيها لي زيرب دو بروفونس الاعشاب العطريه شويه ملح وشويه لا موتارد كاين لا طوماط سيريز ما عندوش لا طوماط سيريز يدير طوماطيش نورمال الخيار ولا موتزاريلا تاخذي دو بروشيت نقدروا توت مليحه فوالا نغمسوهم شويه هذيك تاع لاكخيم وحنا هذا سي ان سناك ان سناك فوالا يكون عندنا لو سناك هكذايا ولا يكون عندنا لو سناك افيك ان كوكيز يا هذا يا هذا فوالا ان كوكيز مع قهيوه كما قلت لهم البارح كي تحبوا تاكلوا حبيبه كاطو هاوليك فيه لا بانان لي فلوكون دافوان لا فارين كومبليت لي بيبي دو شوكولا جوغ وحاجة صحية بسيطة وصحية فوالا وهذاك سارة هذا دولما فلفل إيه؟ هو كان يقول لكم قبيط على لي ليكم نقول له والمقلي كيفاش نديروا له باسكو سي جينيرالمون نقلي وكل شيء سي ميتون اللي رانا ولينا نشوي يعطيك الصحة عودنا القليان بالشواء يعطيك الصحة هذه دولما فلفل رانا نديروها مشوية الوغ تقدر تكون ان بلا هيلتي 100% فيها الفلفل الحلو مشوي فيها شوية صوص طوماط فيها دلا فيوند هاشي دونك عندنا الغابور تاعنا تاع لي بروتيين لداخل فيها شويه روت صاف دير لي فيكولون تاعنا انا جاب لي ربي فوالا حبيبه فلفل مع شويه لا سالاد فطرنا لاباس علينا وتقنع وتكمليها بعصير من هادو مع هذا ديتوكس تخليه نهار كامل وتشربي فيه اللي يقول لك ما نحبش نشرب الماء انا وحده الماء يجيني كل ما يحملش صح فوالا كل خطره نعوضوا له الداخل خطره النعناع خطره الخيار خطره القارص والسكنجبير ورانا نشربوا نهار كامل عندنا لا بواسون ديتوكس تاعنا وكملنا لا جورني تاعنا وكاين اوسي اون بتي تونتري زعلوكا ايه زعلوكا زعلوكا الوغ شويه باذنجان تشويه وديروا له شويه طوماط شويه زيت الزيتون وشويه كمون ولا كرويه كل واحد لا بريفيرونس ديالو شويه معدنوس ولا شويه حشيش وانت كليتي عندك اون اونتخي افيك اون ترونش تاع لو بان كومبلي انا مونجي سان اي بون انا سكو جو فو واش نقول لهم انا اللي تبعوني نقول لهم ان دايوغ انا دكتور عبد الوهاب كيقول حنبداو بروغرام نقول له دكتور ما تقتلناش بالشر ايه لازم شويه بطريقه ذكيه يعني لا لا طريقه ذكيه دوك انت تعرفي البروغرام تاعي سي سا سي سا اجي باش نسبيري منك انت يا اخي على شاك فوا نسقسي نقول له دكتور اسكو هذه نقدر نديرها اسكو هذه ما نقدرش نديرها الحق الموجودة وتعرفنا على في لي ريزو سوسيو هو مادام يتبعني كو جو سالو دونك نقول كي تقولي حندير ان غي اكيليبراج حندير نسقم الماكله ديالي صح نعاودو حندير ريجيم باسكو ديجا داك الريجيم الواحد يستبغاك يقول لك ياك الخلعه حينحوا لي كلش الناس تحسب شغل زوج ورقات شلاضه واسكالوب دو دان وسلام سي سا هذه ناكلو الماكله تاع الدار مش نطيبو في الدار نقصو ليدام نهار ناكلو ميدوب ناكلو ميدوم دكتور ديال البكبوكه ما تجيش طايت انا على بالها لا كاين لا ريغل تاع لي 80 20% صح 80% صحي 20% سفيت شويه فوالا فوالا بو بوفوار تو دير باسكو سينو ابري اون با كراكي ونقولوا ما نديرو ني ريجيم ني ريكيليبراج ني والو ونولو ناكلو وخلاص اي ميو كو دو مونجي ا ليكستيريور باسكو الماكله تاع برا هي اللي هلكتنا ميم بوغ لي فام كي ترافاي انا واش نقول لهم نقول لهم انا ما انا خدامه وندخل عيان وخدمتك متعوبه لانه فيها قرارات راكي انت تسيري في شركه انا لا كويزين سي ما ثيرابي ندخل نهضر مع مي مارميت يضحكوا عليا قلت لهم كي كنت نهضر مع لي مارميت دوك طوفر تاني نهضر مع لي فولوورز من داك نداوسو من داك نتحابو من داك نضحكو وحنا تجوزنا مي ليسونسيال جو بريبار ان بلان مليح كيما هذا يقعد سور دو جور تخوا جور ندير معايا نفطر به يعطيك الصحه دونك افيك اون سالاد اي تو سورتو ماكله الصيف جور اون بو فا اون بو مانجي سكون فو اي بي مارشي جاب لي ربي اون بو مارشي لا مارش هي اللي ديرنا اذا الحديث معك شيق كثير كثير ساره بقاي معنا وراح تكوني ضيفتنا في الايام المقبله كذلك مع الدكتور نكملوا هكذا نساعدوا المشاهد الكريم في غذاء صيفي صحي يقنع
وما يضرش بصحتنا. يعطيك الصحة. يسلمك. إذا واش رايكم نشوفوا موضوع أخذ القرارات؟ كي تاخذي لي ديسيزيون في جواب واحد، شكون اللي يعاونك؟ لمن تروحي؟ نزيهة. أختك. هذوك غير الزوج. دكتور. كي تكون صعيبة استخارة. استخارة، يعطيك الصحة ربي سبحانه وتعالى. إذا الأستاذة أمال نبتي بعد الفاصل. صباح الخير. صباح الخير. كي صبحتي؟ الله يعيشك. صباح الخيرات والمسرات. صباح الخير دكتور، لاباس؟ بخير الحمد لله، والله الحمد لله. الحمد لله. إذا اليوم تكلمنا على الغذاء الصحي مع سارة ومع الدكتور بالعبد الوهاب فؤاد. وي الله يبارك فيك. يسلمك. الله يخليك. هما راح يسمعوا الآن كيفاش ناخذوا القرارات الصائبة. إن شاء الله إن شاء الله، وإن شاء الله تكون مفيدة، يعني واش راح نقول. إن شاء الله تفيد الجمهور وتفيد الجميع إن شاء الله. تفضلي. والله منا هي لا بروميير دي شوز لازم نعرفوها قبل ما نشوفوا كيفاش ناخذوا القرار، لازم نكونوا برك واعيين باللي من حياتنا كل احنا القرارات اللي رانا ناخذوا فيهم، يعني ملي كنا صغار لليوم رانا مش احنا تبنا دائما على شكل فون نقولوا دوك نخمم وش بيغيفليشي واعطيني شويه وقت باش نخمم نوزنها شويه. بالصحة في الحقيقه كنا نعاودوا نراجعوا القرارات اللي خذيناها كل راح نلقاوها مربوطه بالقيم اللي جبناها من الطفوله تاعنا ومن لو فيكو تاعنا. صح. دونك على هذيك دوكا باغ اكزومبل تجيك اون بروبوزيسيون في ان بروجي اي لا انت تقولي سنين نخمم باش نشوف. كي تبداي تخمي كيفاش الطريقه، كل واحد فينا راح يخمم على حسب لو فيكو تاعو، كيفاش تربى، الاخلاق، المبادئ. شوف مش هذوك كاينه قيم شخصيه. نعطيك مثلا، لو كان انا في الصغر تربيت في اسره وين كاين عدم الامان، كاين هذاك لو مونك دو سيكوريتي، درك انا اي قرار نحب ناخذه سواء مهني ولا شخصي ولا راح دائما تلقيني نفتش على كيفاش نلقى الامان. لا وعيا. نعم. حاجه اللي كانت ناقصتني انا. هذيك هي تعود حاجه لازمه. ومن بعد مهما كان هذاك المشروع ولا هذاك زواج ولا اي كان. نعم. مهما كان مليح. انا نشوف باللي ما كانش فيه سوفيزامون تاع امان ما نقبلش وراح نلقى اعباء. طيب نتوقفوا هنا ونشوف راي المواطن الجزائري مع انديرا الشعيبي ومن بعد تكملي لنا التكمله تاع الموضوع. تفضلوا. سا ديبون دي بيرسون، كاين اللي ياخذوا عندهم معقل يوزن ويعرفوا واش يدير واش ما يديرش، وكاين اللي عنده ايزيتاسيون لازم ياخذ زعما راي من واحد اخر ومن بعد هو القرار الاخير ياخذه هو، ماشي واحد اخر اللي زعما يفرض عليه هذاك الراي. طبعا اتخاذ قرار انا امر صعب ويختلف باختلاف الحالات والأشخاص. اتخاذ القرار ربما الإنسان بحكمته وتجربته يستطيع اتخاذ القرار، ممكن بطبيعة ثقافته، ممكن في بعض الأحيان يرجع إلى المشورة. أنا نشوف أنه يعني يكون عنده خبرة ولا يكون يستنصح من عند ناس أخرين اللي عندهم خبرة وعندهم خبرة في مجال الحياة هذا باه يقدر يتخذ قرار. الناس ما متشابهش، كان اللي راهو كامل عقله ناضج وعنده معلومات في كل شيء يطالع عنده ثقافه عامه عنده هذاك يقدر، واللي ما عنده والو كيفاش ياخذ موقف وهو ما على بالو كان يصدق. لا ديسيزيون اخذها وحدي، نسمع الراي الاخر باش نرفد ديزون ليكسبيريونس تاعو لافي تاعو لوبينيون تاعو. شاكان سا بيرسيبسيون، كل واحد كيفاش يشوف لي حاجه. انا نشوفها لا سيتياسيون اوتخوي يشوفها اوتخوم. وكاين قرارات اللي ديباسيك لازم تشاور الناس، كاين مستشار يتصوروا واحد صاحبك، كاين امورات اللي متعلقه بالدين تشوف امام تشوف كذا، ما تقدرش تاخذ قرارات تبار عليك. قرارات تكون حاجه صغيره تقدر دير قرار، مي كبار ما تقدرش. واش رايك استاذه؟ والله يعني وانا نتبع كاين اللي صح، يعني راني موافقه اللي كما اللي قال كما سمعتيه على ترجع لثقافته وهذيك واش يقصد بها يعني القيم تاعو. لكن اللي كما قالت الانسان اللي يكون عنده كما هضرت هي ثقافه عامه وعنده معلومات كبار، ولا الاخ ولا اللي قال باللي روح الواحد اللي عنده خبره، هذو نو. لا 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 لا
لانه شوفي نقول لك هنا كي تقولي واحد عنده ثقافه عامه ياخذ قرار كما قلت لك مهما انا درك قريت وعندي معلومات وعندي كاين اشياء داخليه لو كان ما نعالهاش هي راح تاثر على كل القرارات تاعي. لا لا ربما اقصد التجارب بحكم التجارب يقول لك هو فات على هذه التجربه انا من باش ما نخطئش كما اخطا هو ربما. شوفي نقول لك احنا هنايا كما قالت الاخت ما نتشابهوش دونك على هذه احنا ميم دوكا في جوستومون كيفاش ناخذ القرار كي تروحي سمعت الاخت قالت لك بلي هي تشاور خوتها هي احنا كي نروحوا لواحد مش نشاوروه باش واش رايه باش يعطينا رايه لا احنا لازم نتعلموا نروحوا لواحد اللي يخلينا نتسائلوا اكثر نعرفوا كيفاش اون سوبوز دي كيستيون بمعنى بسط لنا استاذه يعني انا دوكا كي نجيك ونقول لك راه كاين هذا المشروع واش رايك فيه نديره ولا لا ما تعطينيش نصائح تقولي لي ايه راه مليح وديريه ولا نو ما عندكو على كيما قلتي تجربتك انت نو انت حتعاونيني باش نسال روحي اكثر تقولي لي مثلا وانت كيفاش راح ينفعك في مره اخرى مع اولادك اسكو نفسيتك كيفاش راح تكون اسكو عنده دور على صحتك راح تفتحي لي الافاق تولي روحك هذه هي ايه بصح تفتح لي الافاق تفضلي سامحني استاذه اسكو نزيها في افيك مو ما تقوليش اعملي ولا ما تعمليش اي تو elle me pose des questions تقولي شوفي انت لا كي قادره ولا ما راكيش تعاود تطرح الاسئله اللي كنتي كيما قالت فوالا الاسئله على حسب تخليك باسكو حنا دي فوا ما نشوفوش نكونوا منغلقين دونك تفتح لك باش تشوفي مجالات حياتك كلها تفتح لي عينيا يعطيك الرؤيه نديرو اون بروجيكسيون نشوفو يعطيك وتشوف ظروفك كل واش كاين فيهم ومن بعدها انت اللي تاخذ القرار صح صعيبه هنايا لانه انت قد ما تاخذي جوستومون القرارات شوفي القرار مربوط بزاف بالثقه بالنفس صح قد ما تاخذي قراراتك قد ما تزيد ثقتك في نفسك قد ما تديري على راي الاخرين قد ما تفقدي وتبقاي دائما ديبوندون تتاكل على الاخر وتبقاي في ديبوندونس صح اي هنايا دونك قلنا مربوط بهذيك الثقه بالنفس هو استنساخ كله مي هنا مش فيسيو لو كونترير سي ان سيركل كي بوزيتيف دونك هنا قد ما تاخذ قرارات قد ما تكون ثقه في نفسك وقد ما تكون ثقه في نفسك قد ما تاخذ قراراتك صح دونك هذه تجيب هذه دونك على هذه احنا ما نروحوش للناس اللي باش يعطيونا نصائح نروحوا للناس اللي يخليونا نشوف يوسعوا لنا يعطيك الصحه يوسعوا لنا الرؤيه تاعنا اكثر نكونوا واعيين واش جبنا من الفيكو تاعنا لانه هذوك التجارب كيما قدرت تاثر عليا في البوزيتيف عندها ثاني تاثير عليا في النيجاتيف صح كيما قلت لك انا دوكا جو بو غاتي لوبورتونيتي نوضر هذيك الفرصه مثلا تاع هذا مشروع في سواء عمل ولا زواج ولا لانه فقط ما لقيتش هذيك لا سيكوريتي باسكو امبوسيبل راح نلقى لا سيكوريتي 100% مادام حاجه في المستقبل طيب هنا أستاذة أمل نبتي لازم نقسموا نوع القرارات مثلا واحدة جاي الخطيب ولا لازم تاخذ قرار مع العائلة تاعها يتشاوروا يشوفوا أصله فصله لو بيغ المليح لا لا الحاجة السيئة أكثر اللي في الأمر ما شفتيش دي فوا وين يلقاو كلش مليح ومن بعد لا بيغسون تقول لك نو وأنا ما ارتحتش وتلقى لك سبة أخرى لا لا واش رأيكم؟ الشورى الرسول صلى الله عليه وسلم وصلنا على الشورى يعني ملك كاين شورى لا لا نتشاوروا نتشاوروا كل قرار ناخذوه حنا ناخذوه حنا يعطيك الصحه من بعد فوا سويمي الكلمه الاخرى دايو حتى في الخطبه والزواج يقول لك الوالد ولا يقول لك مع الاخر رايك انت الراي رايك الراي رايك هذه هي ويعني في اي مشروع بس انت اللي راح تخوضي صح وعلى الراي رايك مليح كي نقول انتم قلتوا لي وانتم اللي جوستومون اللي حصلتوني جوستومون لا 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 نو هنا نزيد نفقد ثقتي بنفسي اكثر واكثر لانه لازم احنا جوستومون نكونوا دي بيرسون ريسبونسابل نكونوا مسؤولين ما نكونوش جوستومون نحوسوا دائما على كوبابل يا نلوم روحي ونعذبها علاش خديت هذا القرار وما درتش هكذا يا نلوم الاخر انت اللي قلت لي مليحة انت اللي قلت لي لا هي مليحة انت اللي تريحك بس احلى لا اللي مليحة يا نربح يا نربح ان شاء الله هذه هي صح دونتو لي كارب مليحة هذه لا ما ساعدتنيش سي اون اكسبيريونس ربحت منها سي لو كوتي بوزيتيف فوالا وين ربحت هذه هي خيرها كيما قال نيلسون مانديلا واش قال يقول لك في هذه الامور هذوما يا نربح يا نتعلم
Voilà, ça c'est il y a toujours un truc positif. Donc il faut toujours voir le côté positif des choses. Et là, معناتها je suis une personne responsable, j'assume. Je corrige. لانه احنا لازم باش ما نطيحوش في هذيك تاع التأنيب الضمير كما قلت انا وعلاش هذيك نطيحوا فيها بزاف كان شاورت وما حصلش ومام كي نشاور نو كما شاورت هذاك كون شاورت الاخر توجور لازم هذاك رايو ما كانش من الوغ انا كي نهزها ونقولها فوالا كذا وكذا وكذا نقول لها اي تهدر لي تو ما نقول لها تقول لي خلاص واش ديسيديتي ها هو ندير كيما كنت حابه تقولي علاش كسرتي خلاص وعيتيني نو مي ليسونسييل خلاك شفتي مليح شفتي بلي كليغ صح دونك جوستومون هنا احنا رايحين باش ما نلوموش رايحين نعرفوا حاجه ونتاكدوا منها باللي انا في لو مومون اللي خذيت فيه القرار كان هذاك واش عندي معلومات هذاك واش كان في يدي كل واش تابع لهذاك المشروع من بعد بيان سور راح يقهر حوايج جدد تتضح الرؤيه ايه هنا بصح هنا لا غالب انا لازم نتاكدوا باللي احنا عباد والعبد الي ليميتي محدودين صح دونك ما نقدروش نعرفوا كلش دي فوا كي نمشي ثم راح نتعرف على حوايج يكونوا عندي معلومات جدد ولا كان نفعت فبها ونعمه ما صلحتش راح ناخذ هذوك المعلومات كلها واش تعلمت كما قالت الاخت تجارب وهذوك نمشي بهم باش حاجه اخرى الانسان جامي خاسر يعني الحمد لله يعني خلاص قالوا يما ولا هكذا نو انا قلت لك انا ما نعيطش اليما نعيط الاشخاص اللي عن بالي رايحين يفتحوا لي المجال وكاين في بعض القرارات الاشخاص جوستمون احنا دوكا احنا في لونتوراج تاعنا راح نشوفوا باللي كاينه ناس تنصح بزاف هذوك اللي ينصحوا بزاف ما نروحش عندهم اكيد هذوك اللي يدبروا دائما لا هذوك ما كان له لانه مثلا دوكا انا راح باش ندير حاجه في داري ولا حاجه مع الزوج تاعي ولا في المشروع مشروع عمل ولا كيما قلت لك الزواج حاجه شخصيه ولا هنا ما نروحش لهاد الناس لانهم هما راحين ينصحوا على حسبهم هما على حسبهم هما الخروج تاعهم يا دكتور ليا وكل واحد ما يشبه الواحد احنا خاوه وما نتشبهوش صح دونك وثاني حاجه خاصه الاقارب يعني قلت لي دوك لانه الاقارب يمشيوا بالعاطفه دونك تجي تشكي لها ولا راح دائما تجي معاك دونك بالعكس احنا نشوفوا انسان اللي ما يكونش عندنا رابط معاه بزاف وانسان اللي يوضح لنا ويخلينا نتسائلوا بزاف هذا صح الشوره كاينه بصح لازم نعرفوا شكون نستشيروا طبعا مش نستشيروا يعني في النهايه احنا اصحاب اخذ القرارات في حياتنا لازم لانه واحد ما عاش حياتك ويعرفك قد ما تعرف روحك ومن بعد انت اللي راح تعيش المشروع واحد ما راح يعيشه في بلاصتك كلامك جميل استاذه الله يخليك والله تعاودي تفتحي توصلي للقفله نتاع الموضوع الله يحفظك يعني الله يحفظك منى دونك على هذه نبدا بهذا الشيء نعم. وكما قلت لك لازم نفيقوا يعني ودوكا كاين وسائل كثيره اللي تعاوننا باش نعرفوا القيم الشخصيه اللي جبناها من لو فيكي تاعنا صح لازم نتعرفوا عليها باش ديجا نشوفوا القرارات اللي خذيناها من قبل ونشوفوا وين غلطنا مش ان جامي ترو طار ما راحش الحال بصح باش نستفادوا منها للمستقبل ما نبقاوش نعاودوا في نفس الشيء وفي نفس الوقت كي نعرف هذه القيم من بعد رايحه نرتبهم باسكو هذه القيم عندنا راه بالترتيب ودي فوا كيما قلت كاينين اخرين ماخذين المرتبه الاولى ويضرونا يخليونا نوضروا لي زوبورتونيتي لو فات تاع نوضر الوقت بزاف يخليوني ثانيتك دي فوا مادام نهضروا على الصحه ناخذ قرارات اللي من بعد راح تضرني تضرني وتعبني مثلا انا يهمني نعطيك مثال جبت انا من الطفوله تاعي ومن لو فيكو تاعي لا ريشيس هي الاولى شيء لازمت لي المال من بعد المال من بعد تجيبي لي مشروع وين انا راح تضيع فيه صحتي انا نقبله لاني راني شايفه غير هذاك لانه يعني هو اول اولوياتي يعطيك الصحه من بعد مع الوقت انا كي نفقد صحتي واش راح يدير لي المال مام هذاك المشروع راح نعمله يعطيك لي مربي على القناعه يعطيك الصحه نفسيا ولو كان يعني هذا مثال بديتو تهدره قادر يكون ثانيتك مثال بور لو سافوار على هذه تلقاي ناس تروح حياتها ما تروح لافامي تاعهم وتروح وهو غير هو كيما لا ريشيرش يهمل الامور العائليه لازم نفيقوا واش كاين صح ومن بعد هذوك حنا على الاول كان هذاك الترتيب جا من اللاواعي من لوفيك دركا كي نعالهم نعاود نرتبهم واعيا يعطيك الصحه هذاك ريفليكسيون تخي بيان فهمنا
من بعد كي نجي ناخذ قرار نرجع لهذوك اللي رتبتهم اسكو هذا وهذا وهذا سون فيغيفي راهم باكي كاينين كاينين توكل على ربي سبحانه وتعالى ونزيد حوايج اخرين معاهم بالك راح نشوفوهم بعد ما كفناش الوقت لا ما كانش هذا ما جاش مع هذا القيم اللي راني حاطتهم نعم. ما كان له من بعد راح نتعب يعطيك الصحة يعطيك الصحة هل تشوفي أن الأسبوع المقبل نكمله ولا هذا هو درك لا راح تزيديني شوي وقت نزيد لا خلاص لا لا وقت أمان وقت أمان دونك نخليه الأسبوع الجاي إن شاء الله إذا الأسبوع المقبل إن شاء الله راح نكمله كيفية أخذ القرارات إن شاء الله يعطيك الصحة إذا نعزموها سارة على العصير تفضلي يعيشك الله يحفظك الله يخليك إذا أمال بعد الفاصل صباح الخير أمال صباح الورد والياسمين شكرا كي صبحتي الحمد لله وانتوما لاباس الحمد لله جمعة مباركة أستاذ عبد الوهاب يعني مسرورة أني تلاقيتك هكا في المباشر صباح الخير سيدتي الكريمة مرحبا بك الدكتورة أمال يعني مولفة تقابليني دوكا راهي مرانا عايلة كلها عايلة هايلة شكرا شكرا يلا تفضلي في الموضوع موضوع اليوم موضوع اليوم هو الإضاءة في المنازل ديالنا وكيفاش نختار اللون الصحيح أبيض أم أصفر باش تكون عندنا إضاءة ناجحة في المنازل ديالنا لازم يكونوا عندنا شروط أولا لازم نعرف نخير اللون اللون اللي نختاره منا يا إما أبيض يا إما أصفر لازم تكون نعرف ندير شدة الضوء اللي نستعملها شحال من الوات في المنزل ديالي خاطر نقدر نقلل كما نقدر نكبر في الإضاءة شرط واحد آخر كيفاش نوظف هاد الإضاءة حتى لو نوفي بالشروط هادوما نقدر ندير إضاءة ناجحة في الوات ديالي بصح ما نعرفش كيفاش نوظفها في الغرفة صحيح. اليوم راح نشوفو غير اللون في الحلقات القادمة منى راح نوضحو توضيح الحاجة الأولى كنا نروحو للأسواق نروحو نشرو المصابيح ديالنا في المصابيح ديالنا يكونوا فيها معلومات راكم موافقين احنا ما نقراوش المعلومات نحن نشرو اللون اللي حدينا تحت تقول لا لونقا نبدلها خويا عطيني واليوم الفرصة منى باش نتعلمو داكور أما لا نشوفو الصورة الأولى قبل ما نشوفو واش نلقاو معلومات مثال على خواص الإضاءة نلقاو الوات هي يعني الكميه اللي تستعملها في الكهرباء ديالك حق كل يعني مصباح عنده خاصيه تاعو في استهلاك نعم. الكهرباء اليوم واش يخصنا هي اللومن اللي هو كيفيه فيض الضوء يعني الضوء تاعنا الشده ديالو منا نعم. الى يكون شديد ولا خفيف سا ديبون وين نحطوه راح نتكلموا عليها وعندنا الكالفين الكالفين هو اللي يعطينا درجه حراره الاضاءه منى عندها الحراره عندها حراره واليوم جبت لكم كما راكي تشوفي المصابيح راح تشوفوا معايا يعطيك الصحه تفضلوا شكرا هذه المصابيح عندنا بزاف العديد من المصابيح كل وحده كيفاه هذه المصابيح هذوما راح تشوفوا فيهم دي كاركتيرستيك كما راكي تشوفي لتحت منى راح نشوفوا الصوره الثانيه وراح نتكلموا على الكالفين هدايا الكالفين هو درجه الحراره تاع المصباح المصابيح ديالنا عندهم درجه من 1000 حتى 7000 1000 تكون مصفره و7000 راح تكون زرقاء تفضلي منى جبت لك انا درجه الحراره وراح تقاسموا الاوراق تفضلوا روعه يعطيك الصحه امان كل ما تكون 1000 راح تكون مصفره احنا راح تشوفوها في المصابيح اللي عطيتها لكم 2000 يعني حتى ال 2300 تكون مصفره بعد تكون دافئه على حسب الصوره اللي موراها تكون محايده محايده معناتها بين الدافئه وبين ضوء النهار نعم. من بعد عندنا ضوء النهار يروح حتى 6500 ومن بعد يعود ضوء ازرق انا عطيت لك منى قولي لي وشنو هي اللون اللي لقيتيه الكالفين اللي لقيتيه هذا هو اي هذا هو الكالفين لا كولور حتلقاو اللون لقيتوه كولور بمعنى كي نشوفوا الجدول ديالنا 6400 بيضاء ضوء النهار ضوء النهار تخي بيان يعني هذه هي الدليل باش تعرفوا خاطر حنا كي نروحوا نشرو راح يسيهوا لك بصح ما تعرفوش الا ضوء النهار ولا محايده ولا هذه هي الطريقه روحوا لجوجل خرجوا هذه الورقه يعني درجه حراره الاضاءه ادوها معاكم وشوفوا الاضاءه اللي راح تساعدكم يعني واذا لقيناها نقولوا للسيده تشوفونا هنا لقيناها مثلا 3000 نروح نشوف واش تعني لي دافئة يعطيك صحة ولا لقيتها 2000 ولا 1000 رايحة الاصفرار وعلى هذاك الدرجة ولا ونعرفوا وين نحطوا الإضاءة ولا كانت دافئة وين نحطها
الا كان دافئه منى راح نشوفوه راح نحطوه يلا باش نروح لكم تدريجيا باش تفهموا. يلا جميل. عندنا ثاني درجه حراره في هذه الصوره وكميه شده الضوء. نعم. هذه جد مهمه خاطر عندها كميه شده الضوء هي كيفاش هذه الغرفه راح نمدلها الشده ديالها. الا نقصح لها الضوء ولا نخفف لها الضوء وراح نشوفوا في الصوره اللي موراها منى الا تسمحوا لي نشوفوها. هذه كيفاش ديري شده الضوء ولا تنقصي لها عندها علاقه مع المصابيح اللي انا نشريوها. عندنا المصابيح تاع زمان هذوما اللي كانوا حينحوهم باسلاك موهجه هذو بداو يروحوا عليها خاطر تكونسومي بزاف الكهرباء. عندنا اللاد وعندنا الفلوغيسون منى. دونك هذوما الاضواء لازم ثاني تعرفوا واش تخيروا. انا جبت لكم سبوت الا تحلوه سبوت هي يعني ولينا كاع بلي سبوت. علاش منى رحنا للسبوت؟ السبوت خاطر ما يستهلكش بزاف الكهرباء. كهرباء يعني مودرن. سي مودرن ثاني ومام كي تحطي هكا في يجي طريقه جماليه ما يبانش وانتيغري مودي يعني مودي. راح نشوفوا حاجه واحده اخرى يعني كما تشوفوا اختيار اللون تاعنا في الاضاءه يعني عنده علاقه من الناحيه الحسيه والعلميه. احنا هدرنا العلميه وراح نشوفوا صوره واحده اخرى باش تفهموني بالصور. كما السيده الفضيله اللي معنا ساره السيده الفضيله معنا عندها يعني بالعاده تاخذ صور الاطباق ديالها باش تدي صور الاطباق تاعكم. راني حطيت لكم كاين لي ار سي انديس دو روندو دو كولور هذا يكون بين 80 حتى ل 100 اللون حيكون مصفر يعني هذا جد جيد لاخذ الصور بوغ لي ستيليست كولينار باسكو على بالك في الاخر عندنا دي ستيليست ياخذوا الصور. كي تشوفوا لانديس هنايا كيما راهو هنايا سي ار اي هنا اون انجلي 80 معناتها راكي الاضاءه تاعك والصوره تاعك راح تكون مليحه من 80 وحبطي عرفي باللي الاضاءه تاعك راح تكون بيضاء يعني 80 نحطوا ل 70 60 تكون بيضاء يعني ماشي الصوره ما تكونش حقيقيه. دوك كان ترجع لنا الصوره كنا نشوفوا الفرق. كاين فرق بصح كل ما يكون 80 معناتها رانا في اضاءه مصفره. شوفي على اليمين منى صح يعني الاضاءه راهي فوق 80 المعامل والصوره على اليسار المعامل تحت 80 معناتها هذه احسن. هذه احسن 80 معناتها خداو الصور باللون الاصفر منى فهمتيني من 80 90 اللون الاصفر كي تحطي اللون الاصفر فوق الطبق تاعك راح توصلي توصلي الامانه تاع الصوره بالالوان كيما راهي كيما راهي وما شاء الله منى يعطيك الصحه. ما شاء الله عجبك في هذه المائده كاع عجبتني هذه الفكره هذه هذه الاشياء راح نديروها كاع نجسدوها في كل البيوت الجزائريه داخل الجزائر او خارجها يعني افكار نواصلوا امان نواصلوا. عندنا انواع من الاضاءه يعني حنايا باش نديروا اضاءه راح نروحوا للناحيه الجماليه اللي تحبها منى. باش نديروا الاضاءه ديالنا عندنا العديد من الاضاءات وعندنا اشياء تاثر في الاضاءه ديالنا. الاضاءه ديالنا عندنا اضاءه طبيعيه اللي تدخلنا من النوافذ وعندنا هاد الاضاءه الطبيعيه هي اضاءه مجانيه استاذ اولا واضاءه مليحه للصحه تاعنا صحيه حتى في الخارج يعني راهم يديروا لا لومينوثيرابي منى باش الناس يداويوهم بالاضاءه. سبحان الله يعني الاضاءه يعني جد مهمه جدا. وعندنا العديد من الاضاءات لو كان نرجعوا الصوره عندنا اضاءه عامه اللي تجينا في السقف وراح تنشر لنا الاضاءه ديالنا راهي رقم واحد. نعم. تقدر تكون ثريا وكما يقدروا سبوتات. عندنا رقم اثنين هي اضاءه محيطيه وهي اضاءه رفاهيه منى يعني ماشي شرط نديرها هذه الاضاءه ماشي شرط ذوق اذواق هذه اذواق بصح هي اضاءه كاينه. عندنا رقم ثلاثة اللي هي ما راناش نشوفوا رقم ثلاثة. رقم ثلاثة راهي اضاءه مود ولا اضاءه حسيه اللي نديرها بلي زاباجور. هذه اضاءه خاصه تزيد رونق وفخامه. لا لا فخامة. وتزيد هكذا كما عليك تقول حسيه يعني جو دافئ يعني وتجي اللون تاعها منى ما هضرناش على الالوان تجي كانها مصفره يعني تروح نحب هذيك لا لوميير هذيك لا لوميير يعني اللون عنده علاقه استاذه امال مع الاحساس والميول تاع الانسان. كل حاجه مربوطه بالانسان سبحان الله خاصه في الديكور في الديكور كل شيء كل شيء في الدنيا كل شيء مربوط بالانسان بالانسان. وعندنا اضاءات واحد اخرين اللي هي اضاءه تاكيديه للصوره اللي قبلها. نعاودوا نشوفوا الصور سيده احلام يعني من فضلك باش نحاولوا نعلقوا عليها شويه تقنيه باش الناس نخليو هكذا الصور احسن. رقم اربعه واربعه يمين ويسار هي اضاءه
تأكيدية تأكد لك على هذيك الطابلوهات على الأكسسوارات كنا تكلمنا عليهم وهادو يا حبذا تكون اللون تاعهم مصفر. علاش كي يكون مصفر راح ناخذ الوقت تاعي باش نشوفها وباش نتأملها وباش نرتاح لها. جميل، هذه فيها دراسة. والأخيرة يلا الأخيرة هي تأكيدية كي نحب نقرا منى كي نحب نقرا ولا عندي حاجة لازم لي تأكيدية على هذاك على واش راني نقرا المحتوى. يعطيك صحة أمان. شكرا. يعني الحصة القادمة راح نكمل لهم بس كل موضوع يعني شوية. نعم أكيد أكيد إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. شكرا. أمال يومك جميل وموفق. شكرا شكرا. يعطيك صحة أستاذة أمال نبتي. شكرا جزيلا. تلقوا الأسبوع المقبل إن شاء الله. إن شاء الله. الله يخليك سيدة سارة. شكرا جزيلا شرفتينا بحضورك. شكرا لكم. شكرا لك مدام منى. الله يخليك. إن شاء الله دوتر أوكازيون إن شاء الله تكوني معنا كذلك. سالي طول الموند كامل يعرفني الجالية اللي راهم هنايا اللي راهم في الخارج جوزان إلي دادمين إي كيف ما كان. يعطيك الصحة يومك جميل وأنت أجمل. الله يخليك دكتور. نهارك شباب إن شاء الله وموفق. الله يسلمك. الجمعة إن شاء الله. جمعة مباركة. إن شاء الله يا دكتور. شكرا. أنا بالها منى. ويكند سيبرني. ويكند اليوم الطعام رشتة. ولا شكوم لا. هادو السمانة. أسبوع. إذا نبقوا على خير والموعد راح يكون غدوة إن شاء الله. نبقوا على خير.